حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ختام النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية الكروية تحت 13 سنة المقامة تحت رعايته وعلى الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد التي تأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد. وقد أشاد سموه بحسن تنظيم هذه البطولة والتي تأتي متزامنة مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، ونوه بهدف هذه البطولة وبإقامتها على هذا المستوى من التنظيم والإدارة لها، وهنأ سموه الفرق الفائزة في البطولة. هذا وقد توج سمو الشيخ محمد بن سلمان فريق أكاديمية تيكرز بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق أكاديمية إنتر ميلان سبورتي من المملكة العربية السعودية بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. كما قام سموه بتقليد الفرق الفائزة بالمركزين الثاني والثالث وتكريم طاقم تحكيم المباراة الختامية.